أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع 11 من مادة التربية الإسلامية للصف السابع. قبل أن نبدأ، لابد من التعريف بالهدف المرجو تحقيقه من هذا الدرس. إذن الهدف اليوم هو أن نعرف بمحتويات الأسبوع 11 وكيف سنربطها أو سنربط موضوعاتها بالمواد الأخرى. أنتم تعلمون أعزائي الطلاب أننا بدأنا منذ بداية الفصل بدراسة آيات سورة الملك وقسمت إلى أجزاء. في هذا الأسبوع وصلنا إلى الجزء الثالث من آيات سورة الملك بموضوعات أخرى. دعونا نستشف الموضوع العام الذي ستتحدث عنه الآية. انظر للصورة المرفقة أمامك، ماذا تلاحظ أو ماذا ترى؟ نرى شخصا يعمل. هل يعمل شيء مهم؟ قد تقول لا، فهو يعمل في الأرض، فليس طبيبا أو مهندسا أو تاجرا. بالطبع لا، العمل مهما كان نوعه مهم، لأننا نكمل بعضنا على هذه الأرض، فقد خلقنا الله تعالى لعمارة هذه الأرض، فكيف ستكون هذه الأرض دون زراعة؟ فنرى شخصاً يعمل، وإنه يعمل عمل مهم. دعونا ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كيف تربط هذا الحديث الشريف بالصورة التي نراها أمامنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت حزمة حطب فحملتها وبعتها أفضل من أن تطلب من الناس فقد يعطوك أو يمنع عنك ذلك. وهذا رجل يعمل. إذن كليهما يتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو قيمة العمل في الإسلام، وهو الموضوع الذي ورد لنا في الجزء الثالث من آيات سورة الملك. فسنجد سورة الملك تحث على العمل وطلب الرزق، وتحذر من عذاب الله تعالى الذي يصيب الكافرين. إذن سندرس في هذا الدرس الآيات من 15 إلى 24. سنتعرف إلى موضوعات الآيات الكريمة، أهمها الحث على العمل وطلب الرزق، وتحذير الكفار من عذاب الله تعالى وسخطه، ونتحدث عن نعم الله تعالى وقدرتها وما أكثر هذه النعم. تستطيع عزيزي الطالب الرجوع إلى المنصة التعليمية البي سي والاستفادة من الأنشطة التفاعلية والتقييمات الذاتية والمصادر المختلفة لتفهم الدرس إذا أردت. أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بدراسته هو صلاة الاستسقاء. نحن نسمع أن الصلاة هي تأدية الفروض الخمسة المطلوبة منا: صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أما هذا النوع من الصلاة قد نسمعه من والدينا، ولكن لا نقوم به دائما وليس كل يوم. متى نقوم به؟ انظر للصورة المرفقة أمامك. تؤدى هذه الصلاة كما ترى جماعة. ثم قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إذن ما هو مظهر رحمة الله تعالى بعباده من هذه الآية؟ إنه مظهر مهم، وهو إنزال الغيث. ماذا أقصد بالغيث؟ نعم، إنه المطر. ما اسم الصلاة التي نؤديها عندما يتأخر نزول الغيث؟ إنها صلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء من الصلوات ذوات الأسباب التي يؤديها المسلم تقرباً لله تعالى عند انحباس المطر وطلباً لنزوله. سنتعلم في هذا الدرس كيف تؤدى الصلاة، وهل ستكون جماعة، وما حكم هذه الصلاة، ثم سنربطها مع العلوم من خلال معرفتنا أن الماء هي أساس الحياة على الأرض،
يؤدي نقص المياه إلى حدوث الجفاف وموت الكائنات الحية، كما أن جسم الإنسان يحتوي على ما يقدر ب65% من الماء. لذلك علينا أن نحرص على التزود بالماء يوميا بقدر محدد حتى نحافظ على صحتنا. كما سنربط الموضوع السابق وهو سورة الملك بمادة اللغة العربية من خلال تعلمنا الفرق بين مفهوم التوكل والتواكل الوارد في الآيات، والذي نستطيع الحديث عنه عند تفسير الآيات آية آية. أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، وأراكم في دروس قادمة، ودمتم بخير.